من ذكره أو فعلنا وقومك وكونه أفضل لهذا من شوقه لو كنت أنا من عنه دين ورعد لشرت خيرتين خير زرشا وقد ينوب عنه ما عليه دل لجد كل شيء وأبرح حجرا وما لجرك جد واحد أبدا وذني وجن غيره وأبدا وحجب عن المؤسس جدرا وذكره لدني المستفى والحجب حجم مع آت بدلا لذلك تنزل من السنجلة وما لتفضيك إما منا عامله يطلق حيث عنا كلام كرر وذو حق ورد ما إذا فعل مثل عين مثل ومنه ما يدعونه مؤكدا نسل وغيره كالمتدى نحوله علي أذن أرضى والثاني تبني أنت حق أنقضى هلاك بالتكليم بعد الجملة يليب كم بكاء لا تعرف عندما أراد أن يتكلم عن الغلطة بدأ بالمحضر لأن المنطقة لا يكون إلا مقصر وما نبع عن المقصر. أما المقصر فهو عم من المقصر المطلق يقع المقصر مفعولا مطلقا ويقع غير ذلك يقع مبتدا تقول الصدق جميل وتقول أحسنت الصدق مفعول به وتقول وجدت بالصدق مجرور لكن المفعول المطلق لا يكون إلا مقصرا أو نبع عن المقصر. قال رحمه الله المسائل نوعان مفعول مقيد ومفعول مطلق. المقيد أربعة أنواع وهي المفعول به قيد بالدائي والمفعول فيه قيد به والمفعول له قيد بالله والمفعول معه قيد بمعه والمفعول مطلق غير مقيد بشيء. نصف عليه المفعول دون أن يقيد بشيء لا سمية مفعولا مطلقا وهو سد المفاعيل اتفاقا بالفعل إذا حدث الفعل تلقائيا حدث المفعول مطلقا إذا قلت أنا مسجد قطعا في النوم وقع النوم لكن مفعول فيه قزائل ما مزيد لا مفعول العالم. خلنا نقول يقرح المصدر اسم مادي والزمان من مجلين ذلك الليلة هو مجلولان الزمن وحدث وغير الزمن هو مصدر كامل من أمين بسبب ذلك أمين من أمين واستخراج من استخرج وانطلاق من انطلق هذا والمصدر. قال رحمه الله ينصب المصدر المطلق بالنبي ينصب المصدر مصدر فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وينصبه وصف والصافات صفا والذاريات يروى وينصبه فعل وكلم الله موسى تكليما فأخذناهم أخلاع الجنس المقتدر نقول بهذه أو فعل أو وصف المقتدر وكونه أفضل بهذه الصفوف مذاقا للبصرية. قالوا مصدر أصل للفعل وأصل للوصف وقال الصوفيون أصل فعله وهو أصل لهما وأرجح المذهب البصري لأن القاعدة أن يكون في الفرع ما يدل على الأصل والزيادة وهذا متوفر في الوصف وفي الفعل إذا قلت طلبا دلت الكلمة على الضرب والزيادة هو الزمن وإذا قلت طالب دلت الكلمة على الضرب ومن قام به قال بخلاف إذا قلت الضرب لا تدل على فعل ولا على وصف. أنا أقول الناس وكونه وصفا بهذه الصفة قال رحمه الله توكيد أنه نوعا يؤذينه وعادا قال وظائف المفعول المطلق أن يؤكد عامله أو أن يبين نوعه أو أن يبين عاده نحو ضربته ضربا هذا أكد ضربته ضربا شديدا أو ضرب الأمير النصف بين النوع وضربته ضربتين أو ضربات فشف السيرتين مبين العدد سيرة ليرى شد مبين للنوع تقول نائب عن المصدر جمع المصدر ومراجعه مراجعه به جلس عمرا قرودا وقف دينه قياما ونبين لنوعه نحو رجع زيد القهقرى وكذلك آلته ضربته ثوبا ضربته يقرع أو هيئته يموت أستاذه بيت السوق يسوق ومراجعه
راجل بيجي يدوم يماني نجدة وقالت ولهو كل مضاف إليه فلا تنينو كل الميت لهو بعض مضاف إليه ولذلك وانا مضى بقاوي والإشارة إليه فردوا هذا الضربة أو ضميره بينية وعجبه عذاب الله وعجبه غير عذاب أحد من العالمين ينب عنه ملاقي بالاشتقاق والله أنفتكم يا ربنا باتا باتا ما لن يقل باتا وتبت إليه تبتيلا لن يقل تبت ناب عنه ملاقي بالاشتقاق أنا قال أنا قل يقدر نب عنه ما عليه لن تجد كل ملاقي بالاشتقاق كيف يعني؟ لا تواحدة أنفتكم يا ربنا باتا لا تواحدة لبتا وما لتوصيل متوحدة مصدر المؤكد لعامل يوحد لأنه من غابة الزلزال لا يزلنا ولا يزلنا يقول ضربته ضربا لا يزلنا ولا يزلنا فإن سميته لن يعود مؤكدا صار مضيا لعامل وزني واجمع غيره هو ابتداء غيره اجمع اولا تقول ضربته ضربتين او ضربات وتقول سرطه سيري عمري البرضية والسريعة على خلال في الأخير قال بعضهم لا يزلنا ولا يزلنا خير الدعاء إذا كان نافع نحو السلام على آل ياسين غير المتفقين سلامك نافع ما عملك هل هو عملك الجرة تقولي عمل بن ياسين والنسخ تقولي رغبة في الخير خير أو قائم زين من من يجيزه وإن عملي حصر حصر كقولين شر أهر يا نابل شر يعني ما أهر يا نابل لا شر الكلب لا يصيح ولا يفضح إلا لا عشر غالبا يضرب ولا يدير من جاء لمن جاء متلبسا بحالة فزع ويقال شر أهر يا نابل شر أهر يا نابل جعل الكلب يهر وغريب صوت الكلب دون النباح وليل بحر وخلق يدل على خلق عادة نحو بقرة تكلمت شجرة سجدت وتنويع يدل على التنويع نحو فأقبلت زحفا على الركبتين فذوب لبس وذوب أجر تنويع نعم حقيقة تقولين تمرة خير من جرادة رجل خير من امرأة خيال حقيقة هذا بدء حال تقول الشاعر سرينا ونجم قد أضاء سرينا بدء حال بدء حال جواب للسؤال تقول من في الدار تقول رجل وبعد لولا قال لولا الصبار لأودا كل ميقة لما استقلت مطاياهم للطعن لولا الصبار الصبار نكرة سوى البدء بالنكرة وقوعنا لولا وكم كقول الله سبحانه وتعالى كم عمت لك يا جميع وخالته فدعاء هل حلبت علي عشائي وعمته لا مبتدا كقول الله عز وجل ولا عبد المؤمن خير يا مسوغان لا مبتدا ونعت من الرسول وتقول لا رجل في الدار واذا تقول خرجت فالى رجل من بابي خرجت فالى رجل من بابي إلى المجاية يقع على شهره وإلى تقديم إخباره وهي قول موجة عند سيد النميرة من إبهامه قال يا هند لا تنكر إخوة عليه عقيقة وأحسب ورسعة بين أبصاره به عسوي يتغير نبا به عسوي مرسعة بين أبصاره أبهما نعم أي نوع من المرسعة وإن خيط يضعونه يدفع الجنة يأخذون كعب الأرض ويعجبون يعزمونه يدفع الجنة تغير من جاهلة مرسعة يا هند لا تنكحي أخوها عليه عقيدة شعره لم يحلق من ذي الدنيا أحسب شهيد البياض حسب الله أحسب إذا كان شيء بعاء والعرب يعيبون بشد البياض يقول رجل أبيض كالموالي لأن العربي في الصبر مرسعة بين أبصاره به عسو المرض معين يبتغي أمره بل يأخذ كعبه ويعلقه حتى عن الجن
كذا إرادة مخصوصة قيل صدى أبي الخطاب وقال أبو جهل رجل أراد لنفسه أمرا ما لا تفعله رجل نكرة لكن هو قصد شخصا بعينه وكان يدافع عن الخطاب إنه كان ابن أخته فالرجل أراد لنفسه أمرا ما لا تصنعه الشاهد رجل نكرة لكنه قصد بها معينة مناقضة كان يقول لك شخص زيد في الدار تقول براجي في الدار ورجل في الدار مناقضة يكون باعدا معنا مثل كريم يجود كريم يجود كريم مثل ذكر لكنه بمعنى يجود الكريم وجارية ضربت لأن بمعنى ضربت جارية قال ابو حيان وكل ما ذكرت في التقسيم راجع للتخصيص والتعميم قال كل ما ذكرت في التقسيم